مساء الخير. طبعا أنا أتابع البرنامج حقيقة، الله يبارك فيك على هذا الموضوع. يعني فعلا فعلا احنا دا نخسر أموال طائلة في التصليح، سواء كان في الإمارات أو في الأردن. صح. هاي المركبات احنا سواء رضينا أو ما رضينا هي راح تدخل للبلد، تدخل بعد تصليحها. احنا اللي دا نخسره شنو؟ جاي تنزل بالإمارات تصلح، تشتغل عيادة عاملة بالإمارات، وكذلك تنزل بالأردن تشتغل عيادة عاملة بالأردن. فكان رأي مديرية المرور العامة من البداية، احنا قلنا اخوان هذه ما تأثر على عدد السيارات اللي راح تدخل للبلد، لين تحصيلا حاصلا المواطن مشتريها من امريكا وجاية تدخل للبلد في اي صورة كانت. فلذلك انه هالاجراء احنا نمنع دخول السيارة المضروبة على ضربتها، بد اجراء كلش مو صحيح. هو انا هذا اللي اقوله، هذا اللي اقوله سيادة اللواء، راح ابيك مرة اخرى اذا كنت تسمعني سيادة اللواء. يعني القرارات الخاصة باستيراد الوارد السيارات المتضررة اتخذت بالتنسيق مع وزارة التجارة، لو شنو الموضوع؟ احنا وقتها تدري هي مجلس الوزراء يفاتح عدة جهات اللي هي المختصة الجمارك والتجارة، وايضا يفاتح الداخلية. احنا من البداية كان رأي وزارة الداخلية اللي هو متحدث برأي مديرية المرور العامة، ورفع المجلس الوزراء العامة الصور بالشهر ال 11 اذا انا ما غلطان، وتم تأييده مرة ثانية بشهر الثاني أنه مديرية المرور العامة لا تؤيد تصليح هذه المركبات خارج البلد، وأنما تؤيد دخولها على ضررها حتى نشغل العيادة العاملة في البلد، وأيضا نستفاد من أموالنا اللي جاي تصرف. لكن سيادة اللواء، هذا القرار قرار المنع وثم يلغي مرة أخرى ويرجع مرة أخرى، هذا يومية عشنا، شو وقت نوصل إلى منطقة معينة ونرسي على بر معين حتى العالم تستفاد؟ إن شاء الله إحنا مع هذا الرأي وذن طالب فيه، ولازلنا مصرين عند رأينا إنه ما يأثر. هو الهدف أخي العزيز هو شنو كان من منحة على أساس إنه حتى نقلل استيراد السيارات، هذا ما راح يقلل،